انا يعني هسيب ده لان انا معايا دلوقتي على الهوا من بيت النقيب محمد الحايس الاستاذ سيد حسن وهو عم النقيب، موجود يا شباب احنا اهو معايا اهو. اهلا بيك يا استاذ سيد، اهلا وسهلا والف مبروك على عوده النقيب محمد. الحمد لله. اهلا انت. اهلا بيك يا استاذ خالد، والحمد لله وبنشكر ربنا سبحانه وتعالى لكل المصريين، واشكر حضرتك واشكر على تعبكم معانا، ودي مش كتير على شباب مصر وعلى ناس مصر المخلصين انهم يشاركونا افراحنا، وانها يعني مش قد ما هي افراح الحمد لله. وطبعا احنا استاذ خالد احنا بنتكلم على ابننا، مش فرحتنا برجوعه دلوقتي لان هو اتاخر علينا، احنا فرحتنا بان احنا انتصر جيشنا، انتصر شرطتنا، انتصر رئيسنا، ان قدر يجيب ابننا من وسط ناس ومن وسط يعني ابره في محيط. فانا نشكر القاده السياسيه بالكامل، نشكر الرئيس اللي احنا قلنا يا رب ثم الرئيس، هو ابنك يا رئيس، ابنك يا رئيس، وكان قد الكلمه كعادته، والحمد لله. الحمد لله. شكرا له وعزاء كل شهداء مصر ومصابين مصر وزمايله. الحمد لله خالد. الله يبارك فيك يا استاذ خالد. الحمد لله. كلمتوه في التليفون او كلمكم يعني اطمنتوا سمعتوا صوته مطمنين؟ هو في المستشفى دلوقتي، الاصابه شكلها ايه؟ قول لنا كده حالته يعني. نعم نعم نعم، اتصل. اتفضل يا استاذ خالد. احنا والده اتلقى منه اتصالين، مره الساعه 3 ومره الساعه 5. الحمد لله. وهو لله. الان في احدى المستشفيات العسكريه، وربنا ان شاء الله يتم الشفاء على خير. واحنا اصابته ايه ما نقدرش نقول عنها، لغايه ما ان الشرطه والناس المتحدثين يقولوا في ايه. احنا الحمد لله اللي عرفناه ان محمد البطل، بطل مصر وبطل العرب، موجود. الحمد لله. ايه اللي حصل لسه؟ والله كل حدث حديث يا استاذ خالد. الحمد لله. احنا بنحمد ربنا وبنشكر ربنا وبنشكر الرئيس وبنشكر الشرطه وبنشكر الجيش اللي احنا عارفينهم. الحمد لله. انا شايف ما شاء الله انه يعني واضح انه العيله كلها متجمعه في البيت وفرحانين ومنتظرين. يعني احكي لي كده، الشارع عامل ازاي؟ الاسره عامله ازاي؟ يعني ومين اللي وراك دول؟ اهلكوا بقى، دي العيله؟ ها يا استاذ خالد، احنا مش العيله اللي وقفت، الناس اللي موجوده دول اخواتنا قبل ما يكونوا قرايبنا، فهم مصريين شرفاء محترمين. الحمد لله. يعرفوا يعني ايه مصر، يعرفوا يعني ايه تراب مصر، يعرفوا يعني ايه جيش مصر. فرجاء دول اللي موجودين ورايا اخواتي، وتعبوا معانا وسهروا معانا، وكل واحد فيهم اتحرك في مكان، والحمد لله مشرفينا ومنوريننا في المكان اللي احنا عملناه لتلقي الناس ومقابله الناس، وكان هو دي النتيجه. ربنا كرمنا اللي ما فقدناش الثقه فيه لحظه ان ابننا يرجع ان شاء الله. الحمد لله. شفت انت المشهد النهارده اللي طلعته القوات المسلحه من ضرب عربيات الدفع الرباعي اللي كانت في الصحراء؟ كلمني عن المشهد ده وشفتوه ازاي، وقول لي الى اي مدى انتوا حاسين انه معنويات الناس كلها تبقى مرتفعه بالعمليات اللي بتعملها القوات المسلحه. استاذ خالد، انا عاوز اعرفك، نحن عائله عسكريه بحته ما شاء الله، عائله كبيره جدا، فينا قاده في جميع الافرع الموجوده في القوات المسلحه او في الشرطه، ونحن نعرف كويس جدا واجباتنا نحو وطننا. احنا قدمنا شهداء قبل كده في 73، واحنا اولادنا موجودين لغايه النهارده، ومحمد اصغر شبل موجود عندنا لكنه بطل، واحنا الحمد لله ربنا كلل تعبه وتعبه زمايله وتعب اخوانه وتعب الجيش وتعب كل الناس انه ربنا رجعه بالسلامه. الحمد لله. نمره واحد. نمره اتنين، بالنسبه للضربه بتاع النهارده والضربه اللي قبلها والضربه اللي قبل قبلها على حدود ليبيا، وكل يوم بنفس الطريقه، والرئيس افاد في فرنسا قال ان انا دمرت 1200 سياره. نعم. مفخخه وملانه اسلحه، فهل هذا فكان كلام؟ نعم. جيش صاحي، جيش لما تسند له بطوله ما شاء الله، جيش ربك سبحانه وتعالى، الرسول عليك. الخير اجناد الارض، فما بالك ما كانش عندنا لحظه، كنا نقعد كل يوم لغايه اخر الليل والصبح نقول الحمد لله ان شاء الله محمد راجع، ان شاء الله محمد راجع، لم نفقد الامل لحظه واحده. الحمد لله. الحمد لله، والف مبروك مره ثانيه، ويا رب دايما يعني الحمد لله ان ربنا كمل فرحتكم ويبرد يا رب يعني قلوب اسر الشهداء. وبشكرك شكرا جزيلا عم البطل الحايس،
بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وكل التحية والتقدير والمحبة لكل الناس اللي معاك ولكل أهل المنطقة والمصر كلها بهذه الفرحة الكبيرة اللي يعني اتكملت بفضل الله بعودة الحايس، واحنا شايفين ما شاء الله عائلة صبرة، يعني ربنا ربط على قلوبها الحمد لله بالسكينة، زي ما سمعنا من عم النقيب الحايس انهم عيلة عسكرية عارفة يعني ايه شهداء، وقدمت شهداء في 73، وقوتها والشرف العسكري ده ممتد الى ابنائها، يعني لو من 73 مقدمين شهداء يبقى محمد يعني الجيل الثالث من الابطال اللي بينضموا لهذه العائلة الكريمة، اللي النهاردة مصر كلها كان قلبها متعلق على هذه العائلة وعلى ابنها اللي هو ابن مصر كلها محمد الحايس. وزي ما قال الأستاذ سيد انه ما كان لم يفقدوا الثقة مرة واحدة فقط في ان النقيب الحايس سيعود مرة اخرى بفضل الله تعالى.